هل الصحافة والإعلام ممكن يوقعوا مدرب ولا ده كلام مش صحيح؟ الصحافة والإعلام ممكن مش يوقعوا معلم، ده ممكن يبطلوه، ممكن كمان إن هم يعني يدوا انطباع للشارع عنه مش كويس. كم من مدرب عندنا بتلاقيه بيفقد توازنه في التعامل مع الشارع الرياضي، لانه عارف ان هو مراقب بشكل كبير من بعض الاعلاميين والصحفيين اللي ممكن يصطادوا له في حاجات غريبه او يستثقلوا دمه او مش عاجبهم او كذا يعني. وبعض المدربين بيعتقدوا ان هم لازم يكونوا عندهم شويه فهلاوه، عندهم شويه شغل الاونطه عشان يقدر يتعامل. بيسموا شغل الاونطه والفهلاوه ده بيسموه ذكاء. في فرق كبير بين الذكاء والفهلاوه والاونطه.